السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الخامس من ديسمبر 2011. ما زلت في مدينة تونس العاصمة، وفي هذا اليوم أزور أشهر معالمها السياحية، مدينة قرطاج الأثرية. هذه المدينة والتي تصنف بأنها أقدم المدن الأثرية في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، تأسست عام 814 قبل الميلاد، أسسها الفينيقيون والذين أتوا من شرق البحر الأبيض المتوسط وتحديدا من مدينة سور اللبنانية. موقع المدينة الاستراتيجي والذي يربط بين شرق البحر الأبيض المتوسط بغربه جعل منها مركزا لإمبراطورية كبيرة حكمت المغرب العربي، صقلية وإسبانيا. وطبعا سقطت المدينة في حروب مع الرومان بمرور الزمن. هذه المدينة وكما أخبرتكم موقعها الاستراتيجي أيضا سهل عليها التجارة، حيث أبحرت سفنها في كل أنحاء البحر الأبيض المتوسط من المشرق وغربا حتى أبعد من موريتانيا. معلومات كثيرة أتوقع أن أشهدها هنا في هذه المدينة الأثرية. طبعا من الوهلة الأولى نستطيع أن نقول بأن هذه المدينة جميلة جدا من حيث الآثار ومن حيث ما تبقى من الحفريات الأثرية لمدينة قرطاج. سأبدأ تقريري بعد لحظات إن شاء الله، أتمنى أن تقضوا معنا وقت طيب. نبدأ تقريرنا لهذا اليوم بالتجول في هذه المدينة الأثرية، مدينة قرطاج. أحب أن أخبركم بأن هذه المدينة تأسست بقدوم الأميرة الفينيقية عليسا أو أليسا، وأحيانا تلفظ أيضا أليسار، عام 814 قبل الميلاد حسب رؤية المؤرخين القدامى، حيث جاءت الأميرة أليسا هاربة مع أصحابها من مدينة سور اللبنانية، ثم بعد ذلك سموا هذه المدينة قرة حتشت، والتي تعني في اللغة الفينيقية بالمدينة الحديثة أو المدينة الجديدة، باعتبار طبعا أن كما أخبرتكم بأن هذه المدينة تأسست في قدوم هذه الأميرة وثلة من أصدقائها الفينيقيين من مدينة سور، وبنوا هذه المدينة وبالتالي سموها بالمدينة الجديدة أو الحديثة. طبعا مدينة قرطاج كانت يوما ما من أقوى أعداء الإغريق، كانت تشكل خطرا كبيرا جدا للإمبراطورية الإغريقية، وبعد ذلك أيضا شكلت خطرا للإمبراطورية الرومانية. حاول أن نقترب من هذه اللوحة لتقوى خطر. المشي فوق الأثار ممنوع، وذلك للمحافظة على قيمة هذه الأثار التاريخية. طبعا طبعا أيضا أحب أن أقول بأن الأميرة الفينيقية أليسا أو أليسار هي من أسس مدينة قرطاج عام 814 قبل الميلاد حسب رؤية أو رواية المؤرخين القدامى. مناظر جميلة جدا، هذا يبدو أيضا جزء مهم كان من المدينة قديما. نشاهد بعض فقط مجموعة من الحجارة مثل المسكن تقريبا. نشاهد يبدو كأنه مسكن. لاحظوا هذا
الجمال الأخاد لهذه الآثار المتبقية من مدينة قرطاج التاريخية، ومن هذا الجانب حيث نستطيع أن نرى البحر الأبيض المتوسط طبعا، منظر جميل جدا. نشاهد أيضا بعض الجبال في الجزء الآخر من البحر، وكما هو الحال في أي مدينة عريقة تاريخية طبعا في القرون والتي تشكلت في القرون الأولى. طبعا دائما هذه المدن تكون على ضفاف أو على ساحل البحر، ومدينة قرطاج طبعا ليست حالة استثنائية، طبعا موقعها الاستراتيجي معروف بوقوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط. لاحظوا مرة أخرى واستمتعوا بهذه المناظر. طبعا هناك أيضا المحمية الطبيعية، وهذه كما نشاهد هذه المجموعة الكثيفة من الأشجار، أشجار النخيل وأشجار الصنوبر وغيرها، وهي تحيط بمدينة قرطاج أو بهذه الآثار من الجزء الآخر، الجزء الغربي طبعا. فعلا مناظر جميلة جدا. وهو مظهر جانبي لهذه الآثار التاريخية لمدينة قرطاج، ونحن نشاهده من هذا الجانب. طبعا سنحاول أن ننزل إلى الأسفل أيضا. نلاحظ أشجار الزيتون والخضرة أيضا لها نصيب في هذا المكان التاريخي. سننزل من هذا الجانب. طبعا لا أستطيع التعليق على كل شيء أراه في هذا المكان، حيث أحيانا لا تجد الكلمات التي تعبر عن ما نشاهده هنا، وأحيانا الصورة لوحدها تتحدث وتتكلم وتروي أيضا قصصا وحكايات عن أحداث مر بها هذا المكان. شاهد روعة والله، ما شاء الله. لندخل من هذا المكان. يوما ما هذه كانت مدينة. يسكنها العديد من الناس، وكانت مركزا حضاريا هاما هنا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. ما أجمل هذه الأقواس. كنت سأقول بأنها كأنها ذات طابع إسلامي، ولكن طبعا هذه
المدينة كما أخبرتكم تأسست قبل الميلاد، فلا علاقة للإسلام ببعيد أو بقريب من التصميم الهندسي لهذه المدينة، ولكن أقرب للتصميم الشرقي باعتبار أنه تصميم فينيقي. روعة. كما تشاهدونني ما زلت أتجول في مدينة قرطاج الأثرية. كما تشاهدون هذه الآثار تحيط بي من جميع الاتجاهات تقريبا. أحب أن أخبركم بأنني زرت العديد من المعالم والأماكن التاريخية والأثرية، ولكن لأول مرة أشعر بشعور مختلف، حيث هذه المدينة تعتبر أقدم مدينة تاريخية أثرية أزورها. كما أخبرتكم آنفا بأن عمر هذه المدينة تقريبا 3000 سنة، باعتبار أن ربما لها طابع البحر الأبيض المتوسط، فهو طابع خاص، ولهذا ربما شعرت بشعور مختلف. والله فعلا فعلا، وإن كان ما تبقى من هذه المدينة الأثرية ليس بالكمية الكبيرة جدا، ولكن تستطيع أن تستشعر إلى حد ما بروح هذه المدينة في عصور ما قبل الميلاد. تستطيع أن تستشعر طبعا الطابع الهندسي لهذه المدينة، كما أخبرتكم طابع شرقي فينيقي طبعا، على ما يبدو بأن الفينيقيون أيضا في تلك الفترة من الحياة كانوا ذو خبرة وذو عقلية ناضجة هندسية. تستطيع أن تعرف كيف يقوم بتصميم هذه المدن. أنا ما زلت أتجول بين ما تبقى من هذه الأثريات لكي أستكشف ربما وأتعرف على أشياء أخرى ربما تكون أجمل، ولكن كل شيء هنا جميل. الآن سوف أقوم بالدخول إلى هذا الممر، والذي يبدو مظلما بعض الشيء، ولكن ربما هناك شيء يستحق المشاهدة في هذا الممر. نعم، ما زال الروعة والجمال يتجسدون في كل مكان أو في كل زاوية من زوايا هذه المدينة. الشيء الوحيد الذي لاحظته هنا والذي تمنيت لو كان هناك نوع من الاهتمام، وهو بعض اللوحات الاستدلالية، حيث يكون والله أجمل وأكثر فائدة لو في كل زاوية من زوايا هذه المدينة توجد بعض اللوحات وعليها بعض المعلومات بلغات مختلفة. طبعا عندها كنا نتعرف على كل نقطة نقوم بالدخول إليها،
ولكن لا أعرف إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى مكتب الاستعلامات، ولكن أحببت أن لو كانت موجودة في عين المكان. مجموعة من السياح كما يبدو فرنسيين. وها هو جانب آخر الآن في هذا اليوم المشمس الجميل. طبعا كنا في ذلك المكان، كما تشير هذه اللوحة بأن المشي فوق الآثار ممنوع. طبعا ربما حتى لا يسقط أحد، وأيضا المحافظة على هذه الآثار. أما هنا فكأنه كان ساحة عامة أو ميدانا لبعض الاحتفالات التي كانت تشهدها المدينة. لا نعرف والله بالتحديد ما الذي يرمز إليه هذا المكان في القديم، لكن يبدو جدا بأنها ساحة. كنا قد خرجنا من أحد أجزاء المدينة الأثرية لندخل هذه الحديقة الخضراء الغناء. نشاهد أشجار النخيل وأيضا الزيتون وأشجار الصنوبر أيضا. نحاول أن نذهب إلى جزء آخر من هذه المدينة ربما يحتوي على أماكن أثرية أخرى. وفي هذا المكان نشاهد هذه اللوحة والتي تقول حمام أنطونيوس. على ما يبدو أن هذه البقعة كانت يوما ما حماما قرطاجيا فينيقيا ربما حتى رومانيا، لا نعرف بالتحديد، لا يوجد تاريخ محدد في هذه اللوحة. طبعا نرى أيضا الجزء الذي كنا قد زرناه قبل قليل كما يبدو من هذه النقطة المرتفعة إلى حد ما قليلا. نشاهد أيضا البحر الأبيض المتوسط من الخلف. هذه اللوحات أيضا تؤكد بهوية هذا المكان والتي تقول حمامات أنطونيوس الطابق العلوي ومقطع عرضي أيضا. على ما يبدو أننا نقف الآن في إحدى الحمامات الفينيقية القديمة. وفي مكان آخر في هذه المحمية الأثرية نشاهد وكما يبدو بعض الأعمدة الأثرية، وهي ترقد بين الأعشاب. ربما هذا ما تبقى من بعض الأثريات، وقد تركت كما هي هنا بين حضانة الطبيعة. نعم كما تشاهدون
هنا نشاهد بعض اللوحات، مدفن بوني محفور ومبني تحت الأرض القرن السادس إلى الخامس قبل الميلاد. لم يبدو هذا هو المدفن، وأخرى تقول أنا مدفن بوني القرن السادس إلى الخامس قبل الميلاد محفور ومبني تحت الأرض، نفس المعلومة. على ما يبدو هذا هو المدفن. الزائر لهذا المعلم السياحي يزور شيئين معا، حيث يزور المعلم التاريخي وأيضا كأنه يزور حديقة طبيعية غناء مليئة بالخضرة والأشجار. هذا معبد أستيروس. نحاول أن ننزل. بعض النقوش. المكان مظلم إلى حد ما. مقر جمعية يبدو كان مكانا للاجتماع أو للدراسة. وهنا أيضا جزء آخر به ما تبقى من هذه الأعمدة. مع هذه اللحظات القليلة التي قضيناها وتجولنا فيها في آثار مدينة قرطاج، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم وقضيتم معنا وقت طيب. نحن استمتعنا بهذه الجولة الأثرية التاريخية. كما أخبرتكم بأن عمر هذه المدينة أكثر من أو تقريبا 3000 سنة. الخضرة تحيط بهذه المدينة الأثرية من 3 جهات، وهذا ما يضفي عليها أيضا طابع جمالي من نوع خاص. البحر الأبيض المتوسط أيضا يحيط بهذه المدينة من الجزء الشرقي. هذا كل شيء في هذا التقرير. أتمنى أن ألقاكم في محطات أخرى وفي مدن أخرى. محدثكم بشير بريكا لقناة المسافر الليبي، مدينة قرطاج، تونس.